زوجين، ومن أولويات التكافؤ التكافؤ المادي. أي عندما يوجد الدين تزول كل الفوارق. الله عليك. التكافؤ المادي أو الاختلاف المادي عندما يقل ميزان الدين، عندما يظهر ميزان الدين، بلال الحبشي الأسود يتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف. إذن هنالك ميزان ليس في عقولنا ولا في حساباتنا أصلا، لأن القاعدة التي نتحرك منها ليس قاعدة دينية، وإنما قاعدة اجتماعية عادية تقاليدية. إذا جاز النسب. هنالك قديما شيخ كان هنالك نسبة عنوسة؟ لا، كانت البنت إذا يعني وصلت إلى 16 يعني خاف، يعني مش خاف الأهل، يقف إمام المسجد. هذا كان عندنا في صعيد مصر إلى من عشرات السنين قريب، يعني يقول إن أخاكم فلان له بنت وصلت إلى سن الزواج، من أراد فليأتي إليه. سبحان الله. هذا استنان بعمر، هذا استنان بعمر رضي الله عنه. هل منع صنع هذا سيدنا عمر؟ سيدنا عمر لما تأيمت حفصة مات زوجها، نعم، قابل أخاه أبا بكر فعرض على أبي بكر أن يتزوج من ابنته. سبحان الله. قال أبا بكر إن حفصة قد تأيمت، فسكت أبو بكر، لقال آه ولا لا، لا نعم ولا لا. فأسرها عمر في نفسه، فقابل عثمان، يا عثمان إن حفصة قد تأيمت. قال عثمان أنا لا أتزوج اليوم. فآلمت عمر، فمن شدة آلامه ما استطاع أن يكتمها. المؤمن عاطفي، خلي بالك، الناس تفكر ان المؤمن ده قوي، لا قوي صالح. قوي لا، الا في العواطف الانسانيه. سبحان الله. هذا اب عرض عليك بنتي تقول انا اتزوج اليوم، يا اخي كل ما الدين على هو، امال الدموع التي تنزل من دموع المؤمنين دي ايه؟ فقلب يعني عمر الخطين دول من قلب موصول بالله، لكن في الجد يعني هو فارس بالنهار لكن راهب بالليل. صحيح. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أيمت حفصة يا رسول الله، فعرضتها على أبي بكر فسكت، وعرضتها على عثمان قال لا أتزوج اليوم. قال يا عمر يتزوجها من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتقبل أن تزوجني حفصة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعمر رضي الله عنه وكأنه شعر أن الرسول بيجبر خاطره، جبر خواطر، أن متزوجها جبر خاطر. الوالد والد برضه، سبحان الله. حل المشكلة، حل المشكلة. فكلما يعني نساء النبي وقفنا ضده في مسألة النفقة أو غيره، يدخل يوصي حفصة، يا حفصة يا بنت عمر لا يغرنك عائشة، لا تغرنك عائشة، اوعى عائشة تسمع كلامها. لماذا؟ انظري من أبوك ومن أبوها. إذا كانت هي لها دلال لأن أبوها أبو بكر، أنت إيه يعني أبوك عمر؟ يا الله، شو الأب المحترم؟ شو الأب المحترم؟ لا، هنا أبوك مين وأنا مين ونحن نصنع ونصنع. خلنا مشوار. فإذا مسألة أن يعرض المسلم ابنته على شاب صالح، مفترض أن الدين موجود عند الطرفين، مش يجي بعد 10 سنوات ولا بعد 10 أيام حتى والله يسامحك يا اللي ضحكت عليا ودبستني في المصيبه دي. طيب، يعني نقطه اود ايضاحها، لماذا سكت ابو بكر الصديق وقال عثمان هذه ما شاء الله. قابل ابو بكر عمر في صلاه الصبح. نعم. قال يا عمر وجدت مني، يعني واخد على خاطرك، يعني زعلت، يعني وجدت من الوجد والحزن. نعم. الوجد هو درجه من درجات مقامات القلوب. طبعا. نعم. الوجد. فوجدت مني عندما لم ارد عليك، عندما عرضت علي حفصه. قال انا بلى. وقال ايوه زعلت منك. لا، دي نفوس احلى هذه الدروس والنصائح. دي نفوس ما تنفعش كفاها غبار. سبحان الله. قال سمعت الرسول يذكرها أمامي فخشيت أن أفشي سر رسول الله. الله، يا الله، يا الله. هكذا رب حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صحابات على هذا النقاء. هذا إيه أخي ده؟ إيه اللي سبحان الله العظيم. سبحان الله. سلام. نعم. لكن فمسألة العنوسة دي متى تحدث؟ عند أمر